أهلا وسهلا بكم، سنة خير علينا كلنا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح لكم بإذن الله. نرحب بكم في أكاديمية المستقبل، وإن شاء الله تكونوا معنا مبسوطين وفي توفيق دايما إن شاء الله. النهاردة طبعا ناخد درس نحو، ما نعرف إن النحو تقيل شوية عليكم يعني، بس هو درس لذيذ جدا يعني. طبعا هو الدرس ده على سنة أولى، فهيبقى جديد لأولى لكن مش جديد على تانية وتالتة. الدرس بتاعنا اسمه ظن وأخواته. ظن أخواته، احنا طبعا أخدنا في ابتدائي إن وأخواتها وكان وأخواتها، لكن إن وأخواتها حروف ناسخ، كان وأخواتها أفعال ناسخ، لكن ظن وأخواتها دي أفعال لا تكتفي بمفعول واحد، ولكنها تحتاج إلى مفعولين لكي يتم معنى الجمل. الأفعال عندنا هم 8 أفعال متقسمين كالآتي: في أفعال بتفيد اليقين اللي هو التأكد، وفي أفعال بتفيد الشك والرجحان، وفي افعال بتفيد التحويل. طيب قسمتهم ايه؟ ايه هم الافعال ديت؟ طيب قبل ما اقول الافعال دي ايه، ظن واخواتها احنا قلنا بتنصب مفعولين، يعني بترفع الفاعل وبتنصب مفعول به اول ومفعول به تاني. المفعول به الاول والتاني لو خرج بره الجملة هيكونوا عندي جملة اسمية من المبتدأ والخبر. يعني ده معناه ايه؟ ان ظن واخواتها تنصب مفعولين اصلهم المبتدأ والخبر. كل ده كلام جميل ونظري، لكن احنا عاوزين نعرف بشكل اوسع وتفصيل اكتر ازاي بيتم الكلام ده. تعالوا نشوف الاول تقسيمة الأفعال اللي احنا قلناها من شوية. نبدأ بأفعال بتفيد اليقين، وقلنا اليقين يعني التأكد، يعني حاجة ليس فيها شك. طب الأفعال هي ايه؟ لنبص كده مع بعض على الشاشة هنلاقي ايه؟ أفعال تفيد اليقين 3 أفعال: علم، وجد، رأى. علم، وجد، رأى. تمام، أنا عندي علم، وجد، رأى، ماشي الحال كده. الأفعال ديت قدامنا بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، لكن هل ممكن تيجي مضارع او تيجي امر؟ تيجي مضارع وتيجي امر. تمام، طيب ناخد كده امثله على الكلام اللي احنا قلناه. واضحة كده الصورة؟ علمت الحق واضحا، علمت الحق واضحا. طيب ناخد الجملة كده واحدة واحدة ونبدأ نفتكر الإعراب اللي احنا ممكن نكون نسيناه شوية. علمت، طبعا ده فعل ماضي، واحد يقول لي ده علمت فعل ماضي مبني على الفتح والحق فاعل مرفوع بالضمة. لا مش كده، لما اقول علمته يبقى عندي هنا الكلمه دي مكونه من جزئين، هما جزئين عندي ايه؟ علم والتاء، علم والتاء. طب نعربهم ازاي يا مستر؟ هنقول علم فعل ماض مبني على السكون،
سكون ليه يا مستر؟ لأن بعدها ضمير اللي هو تاء الفاعل، الفعل الماضي إذا اتصل به تاء الفاعل أصبح فعل ماضي مبني على السكون. أصبحت الكلمة عندي مبنية جزئين، فعل وفاعل، علم فعل ماض والتاء تاء الفاعل. طيب الحق قول به منصوب، كنت كده خلاص علمت الحق. هل الجملة عندي كده واضحة كاملة؟ المعنى وصلني كويس؟ لا أكيد ناقص، علمت الحق إيه؟ ما فهمتش. إذا محتاج كلمة توضح معنى الجملة، فجبت كلمة واضح. طب نعرفها إيه واضحا؟ مفعول به. الله، يبقى عندي مفعولين. يبقى الأولاني الحق مفعول به أو منصوب. طب واضحا مفعول به ثان منصوب بالفتحة. كلام جميل جدا. طيب أنا بقى هخرج المفعولين بره الجملة خالص. الحق واضحا، لا يبقى الحق واضح، الحق واضح. أصبح عندي جملة مية مكونة من المبتدأ اللي هو الحق وكلمة واضح. إذن الفعل علم نصب مفعولين أصلهم مبتدأ وخبر. ناخد الجملة كده اللي بعدها. وجدت النجاح سهل، نفس القصة بالظبط. وجدت، هل هي كلمة واحدة ولا كلمة مكونة من جزئين؟ لا، من جزئين زي ما قلنا. وجدت، وجد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وطبعا تاء الفاعل لو كنا عربناها هنقول ايه؟ ضمير مبني في محل رفع. اذا عندي كلمة فعل وفاعل. طب النجاح، ما حدش يقول فاعل بقى، لا النجاح مفعول به منصوب بالفتحة. واسكت، قلت وجدت النجاح. طب النجاح ايه؟ صعب، سهل، متوسط، في المنال؟ انا فهمتش. إذا محتاج كلمة برضو تتمم معنى الجملة، فكانت كلمة سهلة. يبقى سهلا مفعول به ثان منصوب بالفتحة، والنجاح طبعا مفعول به أول منصوب بالفتحة. طب نيجي كده نخرج المفعولين بره الجملة زي الجملة السابقة. النجاح سهلا، لا بقى مش سهل. ليه؟ هنقول نجاح سهل. ليه؟ لأن النجاح هتبقى مبتدأ مرفوع بالضمة، وسهل خبر مرفوع بالضم. طيب قبل ما أسيب الجزئية ديت، ساعات بيجيني في الامتحان جملة زي دي مثلا، يقول لك احذف الفعل، احذف الفعل اكتب الجملة بطريقة صحيحة. احذف الايه؟ الفعل اللي هو الفعل ايه؟ وجد. طبعا هشيل وجد. طيب الفعل بتاعه خليه برضه ولا اشيله معاه؟ لا، الاتنين بيروحوا مع بعض. نعم. ايوه، ده سنة كام؟ ده سنة اولى اعدادي. انا ما احنا قلنا ان ده درس جديد لسنة اولى، وهيكون طبعا ده قديم بالنسبة للتانية والتالتة يعني. اذا طلب منا حذف الفعل بحذف الفعل ومع الفاعل، يعني وجد ومعاه تاء الفاعل اصبح عند نجاح سهلا. لو قلت ان لا في خطأ عندي. ليه؟ لأن سهل هنا منصوبة، لكن لما تبقى جملة اسمية تبقى سهل، النجاح سهل. لا يا أستاذ حمادة، النجاح مش سهل خالص، النجاح ده صعب قوي. لا والله اليوم دول سهل.
ان شاء الله لا ان شاء الله على كلمه سهل ان شاء الله ده استاذ ابراهيم يعني ان شاء الله نتمنى كده لكل طلابنا النجاح النجاح الباهر ان شاء الله يا رب كده بحسكم ان شاء الله وطلابنا الجمال الله يسلمك اصحاب اتفضل اتفضل ماشي شكرا استاذ ابراهيم الجمله اللي جايه اللي هي رايت المعلمين مجتهدين طبعا ده حقيقه طبعا يعني كلنا عارفينها يعني رايت المعلمين مجتهدين طيب برضو رايت هنيجي نعربها هنقول برضو هي كلمه واحده ولا كلمه مكونه من جزئين لا من جزئين احنا خلاص عرفنا القصه دي خلاص طيب اعرابها ايه راى فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل طب المعلمين المعلمين طبعا مفعول به منصوب بايه حد عارف جمع المذكر السالم ينصب بايه مين يفكرني طب انت عارف يكتب كده على الشات لا طبعا احنا بنأكد عليكم اعذرونا احنا هنقفل الشات بس في الحصه التجريبيه منعا للتداخل لان العدد طبعا زي ما انتم شايفين كبير ولكن في الحصه الرسميه اكيد هيكون الشات والصوت مفتوح اللي عارف اللي عارف يكتب لي كده وانا هبلغ الاستاذ حماده بالاجابات قول كده سؤال ثاني يا استاذ حماده عشان ممكن اجاوب انا ثاني المعلمين احنا قلنا مفعول به منصوب طب علامه نصبه ايه الياء انا اللي جاوبت تمام تاخد جايزه يا ابراهيم لا ما بص عشان برضو الحرام ما بيدومش أيوة. منا حسن ازيك يا منا وامنيه ومريم وندى حسن ما شاء الله مصطفى محمد فدي الامانه كنت ممكن اقول لك ان انا اللي جاوبت واحمد اكرامي وحنين ومنا ما شاء الله يعني طلبنا شاطرين الحمد لله يعني ما شاء الله طب تمام تمام حاجه زي الفل يعني حاجه تفرح لا طلاب الاكاديميه دايما اقول لك كده حبايبنا الطلاب كده المعلمين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم طيب مجتهدين ما هالكلمه الجمله من غير مجتهدين مش واضحه رايت المعلمين ايه متخاذلين متكاسلين إيه مش واضح إيه لا كلمه مجتهدين وضحت الدنيا ماشيه ازاي معانا والجمله وضحت جدا بكلمه مجتهدين ثان هنعرف به ثان منصوب الياء لانه جمع مذكر سالم طيب لو حبينا نحذف الفاعل لو حبينا نحذف الفاعل هنقول ايه انا طبعا خفيت الشريحه عشان فيها الاجابه بتاعتي رايت المعلمين مجتهدين يلا قولوا لنا على الشات برضو الاجابات انا اللي هجاوب يا استاذ حماده يلا قولوا لي الاجابات على الشات هتسرقها منهم برضو اقتباس اقتباس ماشي انا اسف ندى اصلا ندى ومنا بيقولوا المعلمون مجتهدون حنين ومصطفى طبعا اللي داخل باسماء مختلفه اعذرونا هقول الاسم المكتوب احمد اكرامي سلمى يعني كم واحد قال الجمله دي انا المعلمين مجتهدين لا ما شاء الله كلهم اجمعوا على المعلمون مجتهدون تمام برافو عليهم جميعا وبرافو عليك يا استاذ ابراهيم المعلمون لان احنا طبعا حذفنا الفعل والفعل معاه اصبح عندي مكون جمله اسميه من المبتدا والخبر واحنا عارفين من ابتدائي ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع ده كلام سليم جدا نرجع كده تاني شايف الحل فين تحت خالص اهو رأيت المعلمين مجتهدين لما حذفنا الفعل بقت المعلمون مجتهدون تمام لحد كده في مشكلة عندنا في الأفعال بتفيد اليقين علم وجد رأى بس هنا في ملحوظة على الفعل رأى رأى عشان ينصب مفعولين لازم تكون رأي العين حاجة احنا بنشوفها بعينينا حاجة ملموسة نخش على الأفعال اللي بتفيد الشك والرجحان
الشك والرجحان يعني أفعال بتفيد أو الزيادة والنقصان، يعني أفعال بتفيد الزيادة والنقصان أو الشك والرجحان. وهم عندي أربع أفعال، تعالوا نبص عليهم كده مع بعض. شايفين معايا؟ قبل ما نخش على الافعال بتفيد الرجحان، اطلع فوقها سنه اللي انا قلت عليها من شويه. رايت القمر مضيئا، هنا رؤيه العين، رايت القمر مضيئا مفعول به اول، القمر مضيئا حال منصوب بالفتح. انا مش عايز اخش في الحته دي شويه لان هي هتيجي في وقتها لما نشتغل دروسنا ان شاء الله مع بعض، يعني عشان ما تلخبطش. بس الافعال بتفيد الرجحان عندي اربع افعال: ظن، زعم، حسب، خال. ظن، زعم، حسب، خال، دي افعال بتفيد الشك والرجحان، افعال تحتمل الزياده او النقصان. أول مثال عندي بيقول إيه؟ ظن الجاهل الأرض ثابتة. ظن الجاهل الأرض ثابتة. طيب لو جينا حللنا الجملة كده مع بعض، ظن نعرفه إيه؟ هقول فعل ماض مبني على السكون زي ما قلت قبل كده. سمع حد بيقول لا يا مستر ولا مختلف؟ ليه؟ لأن ظن لم يتصل بها ضمير، معهاش تاء الفاعل، يبقى فعل ماض مبني على الفتح. تمام، يعني الفاعل موجود؟ موجود. ظهر قدامي؟ ظهر قدامي. طب متصل بالفعل؟ لا. طب فين الفعل بتاعي؟ الجاهل. يبقى الجاهل فاعل مرفوع بالضمة، والأرض طبعا مفعول به منصوب بالفتح. لو قلت ظن الجاهل الأرض وسكت، ظنها إيه؟ كروية، ثابتة، متحركة، ما أعرفش، قولها مش فتحة. فكلمة ثابتة تممت معنى الجملة فأصبحت مفعول به ثان منصوب بالفتح. طيب لو خرجنا برضو المفعولين بره الجملة، الأرض ثابتة ولا ثابتة؟ مين يرد علي؟ ها؟ مستني إجابة. الأرض ثابتة ولا الأرض ثابتة؟ طب ما وصلش إجابة. طب يلا اكتبوا، هجاوب انا برضو كالعاده يا استاذ حماد. ماشي، يعني انا هجاوب. ما شاء الله كلهم ممتازين، ما شاء الله. لا طلبنا حلوين مجتهدين يعني. الندى حسن ما شاء الله، ندى ممتازه معانا في الاكاديميه. ندى حسن ما شاء الله، ومريم وحنين. هم هو اقول لك اجابتي ولا اجابتهم؟ لو متطابقه قول لي. لا مش متطابقه قوي عشان كده انا متلخبط. ندى حسن بتقول الارض ثابته، مريم اكرامي بالضم ولا ولا بالفتحه؟ لا هي كاتبه ثابته بس. انما مريم بتقول ثابت بالضمه. دي اجابه سليمه، نفس اجابتي على فكره. تمام. لا حنين بتقول حنين برضه بالضمه. احمد اكرام بيقول بالفتحه. لا هي الاجابه السليمه بالضمه، لان ثابته هنا تعرب خبر مرفوع بالضمه، الارض مبتدا مرفوع بالضمه، وثابته خبر مرفوع بالضمه. ندى حسن بالضمه، منا بالضمه، ما شاء الله. مصطفى بالضمه، ما شاء الله. تمام. طب انا هاود المثال رقم ثلاثه، حاسبت بعد اذنك الطالبات. نختم بالمثال ده ان شاء الله، عشان كده يبقى قضينا نص ساعه معاهم، وممكن خمس دقائق مثلا لو في سؤال ولا حاجه. احنا كده كمان نص ساعه؟
شفت بقى الوقت الجميل بيجري بسرعه. اه والله ولا حسيت باي حاجه خالص والله. احنا ما قلناش حاجه لسه. معلش والله ما قلنا حاجه. وقت الحظ ان شاء الله ناخد راحتنا. الله يعزك يا زهري. الله يعزك. يلا اخد بس المثال دوت وشوف هنعمل ايه كده قبل الحصه. اخر مثال بالنسبه لنا ده، حسبت الطالبات متفوقات. طبعا حسبت دي كلمه مكونه من جزئين زي ما عرفنا، حسب فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل. الطالبات مفعول به منصوب بايه؟ تهمني قوي الحته دي. الطالبات مفعول به منصوب بايه؟ مين يقول لي عشان اختم بقى الحلقه؟